السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي الأعزاء، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا كلكم كويسين وبخير. النهاردة إن شاء الله هنتعلم مع بعض مبادئ استخدام الإكسل بالنسبة لأصدقائنا المبتدئين في برنامج الإكسل. طبعا في أصدقاء كتير يسمعوا عن الإكسل لكن ما جربوش ان هم يستخدموه او ان هم يحاولوا ان هم يشتغلوا بيه. طيب، هو انا دلوقتي علشان افتح البرنامج له طريقتين ان انا افتح بيهم البرنامج، اما من ستارت او البدايه اول بروجرام، وبعدين نختار مايكروسوفت، ومن مايكروسوفت بنختار اكسل. الطريقه الثانيه وهي دي اللي ممكن تكون اسهل، كليك يمين ونختار نيو، ومن نيو نختار مايكروسوفت اكسل وورك شيت. طبعا بيبقى بالشكل دوت. احنا هنا ممكن نسمي الملف دوت باي اسم، وليكن مثلا احصائية شهر نوفمبر مثلا. نفتح الشيت مع بعض. اول ما الشيت بيتفتح بيكون جاي على الشكل الانجليش من الشمال لليمين بكل سهوله. احنا ممكن نعدل الشيت دوت، نخليه اتجاه الكتابه اللغه العربيه. الكلام دوت عن طريق من فوق، بنيجي عند كلمه بيج لاي اوت، ندوس عليها ونغير اتجاه الشيت رايت تو ليفت بالشكل ده. لو احنا عايزين نعمل جدول على شيت الاكسل بنضغط بداية من المربع او الخانة اللي احنا عايزين نبدأ الجدول من عندها، ونشوف عايزين الجدول مكون من كام عمود ومكون من كام صف مثلا هكذا. طيب، لو احنا عايزين نعمل الجدول في الحدود ديت او في الاطار دوت، بنيجي فوق في المهام اللي فوق عند كلمة هوم. دلوقتي احنا عشان نرسم الجدول هنيجي تحت على كلمة all borders، هنضغط عليه، هنلاقي ان هو اتكون الجدول وبقى مجموعة صفوف وعمود. بالنسبة لكل خلية من الخليات، لو كان المساحة بتاعتها صغيرة وانا حابب ان انا اكبرها عن كده، بشوف انا محتاج اكبر ايه بالظبط. لو انا محتاج ان انا اكبر العواميد مثلا، باجي ما بين العمود والعمود بشكل الماوس بيتغير بالشكل دوت، بضغط ما بينهم كده كليكتين وامسكها بايديا واشوف انا عايز اوسع العمود دوت قد ايه. امشي يمين وشمال اشوف عايز اوسع العمود دوت مسافة قد ايه. لو انا عايز ان انا اوسع الخانات كلها مرة واحدة، من فوق بقف على اول عمود فوق، شكل الماوس بيتغير بيبقى بالشكل دوت، وبأضغط كليك شمال وبأمسك العواميد كلها، بضلل على العواميد كلها بالشكل دوت كده، ومن اي مكان فوق بالشكل دوت اجي ما بين اي عمودين وادوس كليكتين واشوف انا عايز اخلي العمود مساحته قد ايه بالظبط، وليكن كده. نفس الحال بالنسبة للصفوف، لو انا عايز اوسع الصفوف دي كلها مثلا، برضو بحدد الصفوف كلها بالشكل دوت كده، واجي ما بين صفين واشوف انا عايز اخلي المساحة او المسافة ما بين كل خلية وخلية قد ايه. ده بالنسبة للجدول. طيب، اول مربع مثلا المسلسل، تاني مربع اليوم، تالت مربع عدد الزيارات، رابع مربع مثلا عدد الإضافات، خامس مربع مثلا
عدد الكومنتات. هنا مثلا ملاحظات، مثلا بالنسبة للمسلسل طبعا يبقى 1، المربع اللي تحتيها 2، المربع اللي تحتيها 3 4. طبعا مش معقول هفضل اكتب الاعداد بايدي 1 2 3 4 للاخر. اللي بيحصل ان انا باجي بعلم على الخلية الاولى والخلية التانية، وباجي هنا كده في حرف المربع وبمسكه انزل بيها لتحت، يبدأ يعد عد اوتوماتيك كده مع نفسه، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. يبقى يوم مثلا، عايز مثلا اشوف يوم السبت مثلا، يوم الاحد طبعا برضو مش هكتب الايام، يوم يوم طبعا باجي بعلم على اول المربع الاول والمربع الثاني، وبامسك الحرف المربع كده وبنزل بيه يبدأ يعد لي الايام. طبعا ديت ميزات جميلة موجودة في الاكسل، بحيث انها تيسر وتسهل الوقت. طيب فرضا مثلا يوم السبت مثلا عدد الزيارات مثلا، مثلا 10 زيارات، عدد الإضافات مثلا نقول 20، عدد الكومنتات مثلا 50، يوم الحد نقول مثلا 100، وعدد الإضافات مثلا وعدد الكومنتات مثلا 50 مثلا، وهكذا مثلا. جمعنا مثلا او دوت المجموع اللي تم خلال شهر نوفمبر فرضا. طيب لو انا عايز اعمل تنسيق للكتابة اللي موجودة في الجدول اللي احنا عملناه، طبعا بحدد المربع كله بالشكل دوت كده. لو نلاحظ ان الكتابة محتاجة ان هي تتظبط مثلا، باجي فوق بأختار الكتابة عشان أخليها في وسط الخانات، ونفس الموضوع السنتر أخليها في الوسط. طيب لو أنا مثلا محتاج إن أنا أخلي الكتابة بالخط العريض، بأجي على رمز البي أو أدوس كنترول بي، أدوس على بي هيخلي لي الخط بالشكل العريض ده. طيب لو انا محتاج ان انا اظلل العمود اللي فوق، بعلم عليه بالشكل دوت، وباجي عند كلمة full color او تعبئة، وبشوف اللون اللي انا عاوز اخلي العمود دوت او الهيد دوت يكون شكله ايه. طيب ولو انا محتاج ان انا اخلي المسلسل مثلا بلون، هو كمان بعلم عليه وبختار اللون اللي انا حابب انه يكون عليه الشكل ده. طيب في الاخر تحت لو انا عاوز اعمل مجموع اجمالي للاعداد ديت، مثلا في النهاية هنكتب هنا كده مثلا المجموع. طبعا المفترض ان انا افعل المربع اللي حابب ان يكون هو المجموع الإجمالي للأعداد دي كلها، وباجي فوق عند كلمة أوتو سم. أوتو سم دوت وظيفته إن هو بيعمل عملية جمع أوتوماتيك للأعداد اللي موجودة. أوتو سم بالشكل ده كده هيجمع لي، هيحدد لي الأعداد كلها، وأدوس له إنتر هيجمع لي المجموع الإجمالي في المربع. طيب لو انا عايز انفذ نفس الفكرة ديت على عدد الاضافات او عدد الكومنتات، مش محتاج ان انا اعمل نفس الحركة ديت، لكن انا ممكن امسك الحرف الخلية اللي تم تنفيذ العملية فيها، واخليها هي تنفذ العملية اوتوماتيك في الخليتين التانيين. طيب دي حاجة. دلوقتي مثلا
انا عايز اعمل رسم بياني يوضح لي يوم السبت مثلا عدد الزيارات كانت قد ايه، وعدد الاضافات وعدد الكومنتات كانت قد ايه. فانا بعلم على العمود اللي انا حابب ان هو، او على العواميد اللي انا حابب ان هي تظهر معايا في الرسم البياني. فرضا انا محتاج ان انا اظهر نتائج اليوم وعدد الزيارات وعدد الاضافات وعدد الكومنتات، فبروح معلم على عدد، بروح معلم على اللي انا محتاج ان هو يظهر معايا، اللي هو اليوم وعدد الزيارات وعدد الاضافات وعدد الكومنتات بالشكل دوت كده. وباجي عند كلمة insert واختار رسم بياني، وباختار الشكل اللي انا حابب ان هو يظهر بيه الرسم البياني كده مثلا، قد يكون اوضح شوية. احاول ان انا اكبره بحيث ان هو يظهر معايا. لو لاحظنا هنلاقيه ان هو كاتب مصنف الاعداد، مثلا عدد الزيارات باللون الازرق، عدد الاضافات باللون الاحمر، عدد الكومنتات باللون الاخضر. يجي مثلا على يوم السبت نلاقي ان كل يوم واخد 3 الوان، يوم لعدد الزيارات ويوم لعدد الاضافات ويوم لعدد الكومنتات. طيب لو انا محتاج ان انا اكتب على الجدول دوت، علشان اوضح الجدول دوت خاص بايه، بختار الشكل اللي انا محتاجه يظهر بيه. انا محتاج شكل رسم بياني ان انا اقدر اكتب عليه، فباجي من الخيارات اللي موجودة فوق وبختار الشكل اللي انا محتاجه. يطلع لي مثلا بالشكل ده كده، مثلا هكتب احصائية شهر نوفمبر بالشكل ده، ويظهر لي الاعداد. انا ممكن اغير الاعداد اللي موجودة ديت، ان انا اكبر مثلا الخط بتاعها، او ان انا اخليه بشكل اوضح بالشكل دوت كده، او ان انا اغير اللون. احصائية ممكن اغير شكل الكتابة، وممكن اضيف لون للارضية او للخلفية بالشكل دوت كده. ده بالنسبة لو أنا عايز أضيف رسم بياني للجدول اللي أنا عمله. طيب نيجي لجزئية تانية، بالنسبة لوظائف ومهام المفاتيح أو الزراير اللي موجودة في أعلى الشيت، هنلاحظ إن كل مجموعة زراير ليها وظائف معينة. اول مجموعه اللي هي بيست وكوبي وكات، اللي هي نسخ ولصق وفورمات بوينتر، اللي هي بتستخدم للتنسيق. يعني فرضا مثلا انا محتاج ان انا اعمل نفس لون الخط دوت بنفس الخلفيه او الارضيه اللي موجوده هنا، بعلم على اللي انا عايز اعمل زيه، وبادوس على الاداة فورمات برينتر، وبعلم على مثلا الجدول اللي انا عايز اغير الشكل بنفس الشكل التاني بالظبط. المربع التاني دوت بيختص بوظائف التحكم في عرض الخط ونوع الخط وحجم الخط. يعني انا مثلا ممكن اغير شكل الكتابة اللي موجودة فوق بالشكل دوت كده، بالشكل ده كده، اختار اي نوع خط انا محتاج ان انا اخلي بيه الكتابة مثلا بالشكل ده كده. لو انا لاحظت ان الكتابة مثلا مش واضحة، ممكن اوسع الخانات اللي موجودة ديت، ان انا اقف على الخلية واضغط كليكتين هتجيب لي اخر حدودها، او ان انا ممكن لو عايز ان انا احتفظ بنفس حجم الخانة اللي موجودة، ممكن ان انا اصغر الخط، وديت وظيفة الزرار التاني اللي جنب نوع الخط. لو احنا ملاحظين بيتحكم في تكبير وتصغير
الخط. بعد كده حرف البي لو انتوا فاكرين اللي هو بيخلي الكتابة تقيلة أو عريضة أو رفيعة. الزرار اللي جنبه دوت بيخلي الكتابة مايلة، الخط اللي بعديه بيخلي شرطة تحت الكتابة. وديت بالنسبة للتنسيق اللي احنا استخدمناها في تجميع أو رسم الجدول، وإضافة مربعات للخلايا اللي موجودة. بعد كده ديت بتتحكم في لون الخلفية أو الأرضية، ودي بتتحكم في لون الخط. المجموعة اللي بعديها ديت بتتحكم في تنسيق الكتابة داخل الخلايا. دوت مثلا يخلي الكتابة أعلى الخلية، اللي بعديه يخلي الكتابة يسار الخلية، اللي بعديه يخلي الكتابة في منتصف الخلية، اللي بعديه يخلي الكتابة في وسط الخلية، اللي بعديه يخليها اتجاه اليمين في الوسط أو في الأسفل، وهكذا. ديت بالنسبة لأهم الزرار بالنسبة لأصدقائنا المبتدئين. إن شاء الله في الدرس القادم هنتحدث بتعمق أكثر عن كل تفصيلة من التفصيلات الخاصة بالإكسل. أتمنى يكون الشرح عجبكم ويكون الفكرة عجبتكم. لو الفكرة عجبتكم منتظر مشاركاتكم ولايك على الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.